أحتاج منه. هذا الحديث كان من أكبر الدوافع لي أنا لحفظ القرآن الكريم. وتعلمون يا شباب أن القرآن الكريم طويل 600 صفحة، والهمة البشرية مو دائما على نفس الوتيرة، بتطلع وبتنزل، مو كلاتنا هيك؟ هلا كلاتنا نفس الطبعة؟ لا، مرة بتلاقي الهمة طالعة، مرة نازلة، كلنا هذا الرجل. فلما كانت تضعف همتي أنا كنت أتذكر بابا الله يرحمه، أقول لحالي هلا أبوك أنت مالك صادق بمحبته، لو كنت صادق بمحبته شلون أنت هيك قاعد عم تتسلى ولا كذا وأبوك بحاجة إليك؟ فدائما هذا الحديث كان وراء، يعني هو وراء إيش؟ شحذ الهمة. هكذا افعلوا مع أحبابكم، مع أولادكم، مع طلابكم، ذكروهم بمقام اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. والله مو سهل هذا الكلام، اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حافظ جزء عمّا بتصعد لعند جزء عمّا، بس عمّا وتبارك تطلع عمّا وتبارك، البقرة بتطلع البقرة، حافظ القرآن كله. قالت أمنا عائشة وعدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم، وهذا لا يقال فيه بالرأي، أليس كذلك؟ ولو لم تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم المرفوع. فنحبب أولادنا بهذا، ديننا جاء ليقول لنا عن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. فجأة الرسول الله يقول إن لله أهلين من الناس، أوف شو أهلين، ما قلت لنا لم يلد ولم يولد، يعني كلام مثل ما بيقولوا بخض. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله، وخاصة بمعنى جلساء الحق جل جلاله يوم القيامة. كيف الدنيا بيقول لك فلان جليس الملك أو جليس رئيس الجمهورية أو جليس الوزير الفلاني، هذا في الدنيا، فما بالك أهل القرآن هم أهل الله وخاصة جلساء الحق يوم القيامة. يعني هذه المعاني بدنا تكون هي السبب في أن أولادنا يقبلوا على كتاب الله عز وجل. والله بتذكر من شيء 33 سنة بجدة أو 34 سنة صاروا، كان عندنا في الصيف تحفيظ وكذا، ووزعنا هدايا بآخر الدورة في الصيفية. بعد شوي لقيت في عامود من أعمدة المسجد واحد من المكرمين اللي أخذوا، وشو الجوائز كانت كتب، يعني كتب علمية وكذا، قاعد وعم يبكي. فرحنا لعنده، خير شبك؟ قال أنا ما جيت حفظت القرآن من شان هدول، أنا جيت حفظت القرآن من شان الله يكون رضيان عني. هذا المعنى بدنا إياه، بدنا ينتشر بين الأمة. انتبهنا كيف؟ بين شبابنا الدافع. إذا الإنسان ما عنده دافع لأي عمل من الأعمال، إما أن لا يقوم به أو يقوم به مكرها مكرها وما بيطلع منه فائدة. فخلينا نبث في أولادنا في طلابنا حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب القرآن، ونبين له شو هذا القرآن، وأنه كلام خالق الأكوان جل جلاله، مو كلام مؤلف ولا صحفي ولا مفكر، خالق الوجود جل جلاله هذا كلامه، أكرمنا به 600 صفحة. فلما بيدرك عظمته، يدرك عظمة صاحب الكلام ويحبه، ويعلم أنه بإقباله على هذا الكتاب ينال الدرجات العليا يوم القيامة، وبنسرد عليهم الأحاديث بأسلوب محبب ومشوق مع بسمة خفيفة، محببين قبل أن نكون معلمين، عندئذ إن شاء الله يؤتي عملنا أكله. فالتصميم والإرادة، بدي أحفظ القرآن، بدي أحفظ القرآن، يكون هذا هاجس عند الإنسان. الأمر الثاني التضرع إلى الله وهو الدعاء. الأمر الثالث التركيز أثناء عملية الحفظ، لابد من التركيز، ما بيصير الإنسان يشغل ذهنه بأشياء هنا وهنا وهنا وهو عم يحفظ. والأمر الرابع التكرار، بدون تكرار ما بيحفظ الإنسان. طبعا يا أخواني التكرار يختلف من شخص لآخر، أليس كذلك؟ فلان ما شاء الله بيكرر 6 مرات 7 مرات بيحفظ، فلان بده 20 مرة،
فلان بده 50 مرة، لكن بالنهاية كله بيحفظ، بالنهاية كله بيحفظ. والأمر الأخير هو التعاهد اللي هو إيه؟ المراجعة. بدون مراجعة ينسى الإنسان، ينسى. تعاهدوا هذا القرآن في الحديث النبوي الشريف، أليس كذلك؟ تعاهدوا هذا القرآن، لأن ذاكرتنا من لحم ودم. إذا ما المعلومات كل فترة عملت لها صيانة تتفلت، مو مثل الكاسيت ولا مثل السي دي ولا مثل الفلاش ميموري، ما هكذا نحن، رؤوسنا لحم ودم. هذه الخلايا إن لم تراجع المعلومات سوف تتبخر شيئا فشيئا. طبعا بنرجع بنقول الحفظ الطفولي بيكون ايه؟ أرسخ في الذاكرة. هذه هي الخمسة التي أمامكم، 5 تاءات هي أركان عملية حفظ القرآن الكريم، يعني لا بد منها جميعا، لا بد من الخمسة مع بعض حتى يحفظ الإنسان. الأمور المعينة على حفظ القرآن الكريم كما نرى: إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، هذا أساس يا أخواني. ما يحفظ الطالب من شان يعطوه جائزة، ولا يحفظ الطالب من شان يعظموه أو من شان يقولوا له فضيلة الشيخ أو إيش، هذه دنيا. اللي بيطلب هالألقاب هي بيكون عم يطلب الدنيا، وهذا القرآن مو للدنيا، هذا القرآن لإقرأ وارتقي للمنازل العليا يوم القيامة. قيل للحسن البصري: ما علامة ما عقوبة العالم؟ قال: موت قلبه. قالوا: وما موت قلبه؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. العمل اللي المفروض يطلب فيه الآخرة بصير بيطلب فيه ايه؟ الدنيا. الأمر الثاني: صدق التوجه لحفظ كتاب الله عز وجل. الأمر الثالث: اغتنام الأوقات، اغتنام الأوقات، وخاصة أيام الشباب. نادر من يحفظ وهو كبير السن، والنادر لا حكم له، النادر لا حكم له. أغلب اللي حفظوا القرآن حفظوه وهم ايه؟ صغار. اغتنام الأوقات. والأمر الرابع: البعد عن المعاصي، لأن القرآن نور والمعاصي ظلمة، والنور والظلمة لا يجتمعان. والأمر الخامس: الثبات. الثبات كما قلنا منذ قليل، القرآن طويل 600 صفحة، بده يثبت الإنسان. لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن قليل في الرجال ثبات. انتبهنا؟ الله يجعلنا وإياكم من أهل الثبات، الله يثبتنا على الإيمان ويكرمنا إن شاء الله بحسن الختام، اللهم آمين. بهذا نكون قد مررنا على النصف الثاني من التجويد المصور، فإن ضممنا إليه النصف الأول الذي مر معنا في الدورة الماضية يكون قد كمل لنا علم التجويد كاملا غير منقوص. من وعى هذه المسائل لا ينقصه شيء، وقد ويستطيع أن يقرأ القرآن كاملا كما تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختاما، لا بد لي ولكم من أن نشكر مقرأة الملك خالد في مسجد الملك خالد في الرياض، ممثلة بشيخ المقرأة الشيخ فضيلة الشيخ عدنان العرضي حفظه الله. هذا الرجل الذي عرفته عن قرب، وعرفت فيه الهمة، وعرفت فيه حب نشر الخير، وهذه صفات ممتازة في المسلم، حب نشر الخير. وعرفت فيه حب التميز، يعني ما موضوع يلا حفظ قرآن ويلا امشي، لا، بده شيء متقن، بحب الإتقان، بحب أن يكون الأمر مطابق للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد لي ولكم من شكر هذه المقرأة التي احتضنتنا أنا وأنتم في هذه الأيام الثلاثة الماضية، ومررنا من خلالها على النصف الثاني من هذا الكتاب، سائلا لله عز وجل لرواد هذه المقرأة وكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يقبلوا على كتاب الله عز وجل تعلما وتعليما وفهما وتدبرا وتطبيقا، لأن القرآن العظيم نزله الله لنعمل به، لا لنضعه على الرفوف ولا لنجعله هكذا في البيت للبركة. هو لا شك أنه بركة، ولكن بركته أن نفهمه ونعمل به.
ونطبقه في حياتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم نور به قلوبنا وبصائرنا وأبصارنا يا رب العالمين. اللهم اجعله قائدنا إلى جنانك ولا تجعله سائقنا إلى نيرانك. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم أكرمنا بتلاوته تلاوة ترضيك مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. اللهم آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.